السلام عليكم. بعد ما حكينا عن لاجراجيان برونوميال، لاجراجيان برونوميال قلنا هو تطبيق مباشر، يعني قانون تطبيق مباشر. قلنا لكم تركات ممكن يقول لي انه سكند فيرست بوينت او كذا. المهم انه اموره تمام، راح نشوف عليه اسئله لاحقا. المهم نشرح الافكار حاليا. هسه بدنا نحكي عن الديفايدد ديفرنس. الديفايدد ديفرنس هي طريقه يعني كويسه نوعا ما. بقول لك قانون الديفايدد ديفرنس، اذا بدي بولونوميال من اي ديجري بدي اياها، يكون عادة هو إيش اسمه A نوت زائد X ناقص X نوت في A1 زائد X ناقص X نوت في X ناقص X1 A2 وهكذا. يعني بما معناها أنت بتبلش حد ثابت، بعدين X ناقص X نوت، X نوت النقطة اللي بلشت منها، مش دائما أول نقطة، ملاش دخل، بلشت منها، و X بعدين ناقص X1 بصير تكمل، بعدين نفسهم بس بعدين إيش بصير X2 مثلا، طبعا مضروب في A1، هون مضروب في A2. لاحظ انه هون بصير عند اقتران تربيعي، هون اقتران تكعيبي، فهذا بيعطيني كيوبيك بولونوميال. هذا بيعطيني كيوبيك بولونوميال. بدك تعرف ليش؟ انه اصلا استعملت نقطة، لا هذا تربيعي مفروض. هذا خطي، هذا هيك تربيعي. اسف احنا عاملين مش زيادة، بقول هي هيك، هذا كوادراتيك، هذا بسموه كوادراتيك. طيب إذا بدي أزيد A3 X ناقص X0 X ناقص X1 X ناقص X2، هذا هو كيوبيك، يعني عرفنا كيف. هسا الـ A هاي بسموها Zero Order Divided Difference، وهاي بسموها First order divided difference، وهاي second order، وهكذا. طيب شو هاي؟ هسا إلها رمز ثاني، الـ A note إلها رمز F note زي هيك، الـ A1 رمزها F1، A2 رمزها F2. ركز على القوس، ركز على القوس. طيب هاي سبحان الله. طيب هسه شو بقول لك؟ كونه انت مبلش من اكس نوت، خلينا نرجع هاي الصفحه، كونه انت مبلش من نوت، وهي نوت طبعا مبلش فيها، كونك مبلش انه اكس نوت اكس نوت، فهاي بكون رمزها نوت، لانه لو انت مبلش من 1 بتصير هاي 1. طيب شو بقول لك؟ بقول لك الزيرو اوردر ديفايدد ديفرنس هي نفسها الصوره، صوره النقطه، صوره النقطه. اما الفيرست اوردر بكون لا، صوره النقطه اللي بعد ناقص اللي قبل على اكس اللي بعد ناقص اكس اللي قبل. سكند اوردر بكون الديفرنس الاوردر اللي قبل هاي. طيب طيب انا بدي اضل زي هيك، اقول لك عمي بدي هذا قانون، والله لو تقعد 100 سنه ما راح تفهمه. عشان هيك شو بنعمل؟ بنعمل شيء اسمه ديفايدد ديفرنس تيبل. هسه بالسلايدات الديفايدد ديفرنس جاي بالشكل هذا، احنا لا بدنا نيجي شكل احسن من هذا، بدي اشرح لكم جدول احسن من هذا. بكل بساطة divided difference table، divided difference table بكل بساطة انت عندك قيم x و f x، بروح بكمل f1، لاحظ ما سميت نوت تحت، ما يلي فيها، راح نكبرها شوي لانه راح نحتاج نكبرها، f2 F3 وهكذا، ما عنديش أكمل أكثر. هون X نوت X1 X2 X3 أربع نقاط، بوصل لاقتران تكعيبي. طيب شو بعمل؟ نعمل كالتالي، هاي F X نوت، خلنا نسميها F نوت، F1 مش نفس هاي، ركز F2 F3. طيب شو بعمل؟ بقول لك بكل بساطة اطرح هاي من هاي، حطهم هون، تقول لي F1 ناقص F0 على ايش؟ هاي ناقص هاي، X1 ناقص X0. طب هاي شو تكون؟ هاي ناقص هاي، F2 ناقص F1 على X2 ناقص X1، وهاي F3 ناقص F2 على X3 ناقص X2. طب وهذا شو؟ هذا X مش موجود. يلا اللي بعدها بقول لك اطرح هاي من هاي، تقول لي هي هذا شو رمزه؟
هذا شو رمزه؟ اف 1 كابيتال، يعني مش راح اقدر اسميهم، خلينا نسميهم مثلا خلينا نسميها مثلا اتش 1 اتش 2 اتش 3 مثلا مشان تميزوا. فايده تكون اتش 2 ناقص اتش 1 على مين؟ على هاي ناقص هاي، يعني اللي بلشت من هون انتهت هون، اكس 2 ناقص اكس 1. هون تكون اتش 3 ناقص اتش 2 على مين؟ اكس 3 هاي اكس نوت اسف، اكس 3 ناقص اكس 1. طبعا هاي ايش؟ اكس، خلينا نسمي هاي اي، فهاي اي 1 وهاي ايش؟ اي 2. فهاي شو تكون؟ اي 2 ناقص اي 1 على ايش؟ اكس 3 ناقص اكس 1 على x نوت، قصدي x 3 ناقص x نوت. فهيك احنا عملنا ايش؟ divided difference table، يعني كل مره ايش بتطرح زي هيك. هسا اذا بتلاحظ انه الصف فاضل زي هيك هو نفسه هذا، هذا هيك، هذا اللي هو لحد 3، لا هذا لحد 3، هاي 1 كانت x 3 ناقص x، هاي اللي كانت هاي هيك. يعني الجدول إذا بدك تأخذه زي جدول السلايدات يكون بالشكل التالي، بكون لاحظ إنه اللي هي هاي الرمز اللي زي هيك والرمز اللي زي هيك هم هذول. فأنا أنا برتاح للجدول هذا، يعني لو بدي هذول الثلاث، هذول الثلاث بأخذ مين؟ الثلاث اللي تحتهم هم هذول وهكذا. طيب طبعا معطيني مثال، هذا مثال على الجدول المعكوس. طيب خلينا إلا ما يكون في جدول مش معكوس، بتذكر في جدول مش معكوس صراحة. طيب خلينا ناخذ على جدول مش معكوس. طيب هذا المثال، نفس المثال اللي حليناه أول إشي، هذا مثال. لاحظ إنه يعطيك آي، آي هاي هي العداد اللي هي وين بلش، كونه بلش إنه هاي صفر معناته هاي النقطة إكس نوت، يعني بما معنى هاي إكس نوت، إكس 1 إكس 2 إكس 3 إكس 4. يلا بقول لك try the interpolating polynomial degree 3، هون بده الفانكشن، بده الفانكشن، وبلش من x نوت 3.2 ل x 3 4.8. يلا بجي بقول هاي x وهاي f x، هون f1 شو قال لي نوع الفانكشن؟ ديجري 3، فبدي اوصل لعند f3. يلا ايش بكتب شلون؟ يلا النقاط عندي 3.2 2.7 1 4.8 22 17.8 14.2 38.3. يلا بحط خطوط زي هيك، طبعا هاي x وهاي بعدها x وهاي بعدها x راح يكون. يلا شو بقول؟ راح اعمل لاول واحدة فقط وانتم تصيروا تعملوا الباقي. 17.8 ناقص 22 على 2.7 ناقص 3.2 هي هاي ناقص هاي على مقامهم. طلعت 8.4، يلا هاي ناقص هاي 14، او خلينا نكتبهم ها شو عنا شيء، تطلع عندي 2.11. بعدين هاي 38.3 ناقص 14.2 على 4.8 ناقص 1، عادي يكون في سوالف ترى عادي، تطلع عندي 6.34. يلا هون طرح هاي من هاي، قول 2.11 ناقص 8.4، ولكن شو بعمل؟ بفشك واحدة، أنا أقول 1 ناقص 3.2 تطلع 2.86. بعدين بقول 6.34 ناقص 2.11 على بفشق واحدة 4.8 ناقص 2.7 طبعا عادي يكون مكمل، يعني يطلب degree 3 بس النقاط لو كملها بيطلع معي. بعدين هون بقول 2.014 ناقص 2.86، بعدين بفشق ثنتين بقول 4.8 ناقص 3.2. عشان هيك انت بالامتحان لا تعمل الجدول ناقص زي ما عملت انا. كيف يعني؟ هسه بالضبط،
انا لو انا عملت الجدول انا عملته لهون، انا عملت الجدول هون. طبعا زي ما قلت لك قطري هذول القيم هم نفسهم مين؟ 22 8.4 2.86 وسالب 5.28. لو بدي القيم اللي تحت هيهم هي 17.8 2.1 2.02 هيها زي هيك. هسا هذا الجدول المعكوس. هسا برجع بكرر انه انا النقاط كانوا عندي 4 نقاط، كانوا عندي او 5 نقاط، بس انا لما عملت الجدول عملته الأربعة اللي هو اللي طالبني اياه. بقول لك الامتحان ممكن يجي افرع، لانه انت بدك تعرف شغله وخاصية جدا مهمه، انه لو بدك انت بي 3 الاكس ترى هي نفسها بي 2 الاكس زائد ايش؟ زائد اي 3 او اف 3 في ايش؟ في اكس ناقص اكس نوت زائد اكس اي ضرب قصدي اكس ناقص اكس 1 في اكس ناقص اكس 2. انت بدك تعرف انه هذا الاشي، فهذا ممكن يكون مقطع معك، او هذا انا جبته من هون. يعني هذا السؤال طلب مني بي 3 الاكس، طب افرض كان في فرع ثاني بي 4 الاكس، وانا مش مكمل الجدول، بدي اضطر اعمل جدول جديد. فدائما اشتغل على كل النقاط اللي معك، الا اذا قرات السؤال بالامتحان وتاكدت انه ما عندك اي معطى زياده. يلا هسه بدي اعوض بالقانون. شو القانون عندي؟ انا من وين بلشت؟ بلشت من 3.2، فبدي اخذ عمود 3.2 هيو لعندي الثلاث. طبعا يلا باجي بقول بي 3 الاكس تساوي اي نوت، مين اي نوت؟ تكون الصوره كون على 3.2 باخذ 22 زائد مين باخذ؟ هذا 8.4 في اكس ناقص اكس نوت اللي هي 3.2 زائد هاي في اكس ناقص 3.2 في اكس ناقص اكس 1 زائد او سالب 0.52875 في اكس ناقص 3.2 اكس ناقص 2.7 في اكس ناقص 1. هاي هو بي 3 الاكس. اذا بده قيمه اكس معينه بعوضها وبطلع معي الجواب. هاي طبعا اذا بدك تفصل الفانكشن تقدر تفصله. طيب فهون قاعد بقول لك هاو تو بيلد ديفايد ديفرنس، هاي نفس الطريقه اعملها وعوض هو كيف عوض كل واحده فيهم. هاي سهل الامور، هذا نفس الفانكشن وارجع عوض اموره تمام. طيب هذا نفس السؤال بس شو قال لي ديجري 4 شايف؟ فشو قال لك؟ وي نيد اونلي تو اد مور ذان تيرم فور بي 3 الاكس. قال لك انا هذا اللي اخذنا اول شيء شايف؟ هذا اللي اخذناه قبل، بس زيد له مين؟ اكس ناقص 3.2 اكس ناقص هاي في 0.256. شايف لاني لو ما عملتش الجدول مستحيل اوصل لهي القيمه، بدي اضطر ازيد خانه خانه خانه. فبتمنى انك انت دائما عبي الجدول كامل الا اذا ما كان بالامتحان. طيب هسا هذا اذا كان ديفايدد ديفرنس ولكن الفانكشن او يعني ديفايدد ديفرنس بس جاي من نقاط عشوائيه. طب بس لو جينا نعمل ديفايدد ديفرنس من اقتران بولونوميال، يعني انا عندي اقتران اصلا بدي اعمل بدي اوجده، يعني اوكي هذا اقتران بس هذا اقتران اكتشوال، انا بدي اجيب ديفايدد ديفرنس لهذا الفانكشن. شو بقول لك؟ بقول لك هذا سهل جدا. يلا خلينا ناخذ مثال، خلينا ناخذ مثال. هسه حكي لي عندي الفانكشن f x يساوي 2 x تكعيب. طبعا انت بعدك شو متخيل شو ممكن يجيك اسئله؟ بقول لك الاسئله طبيعي اعمل جدول اوجد. يعني مثلا هسه بس لو نرجع لجدولنا، هاي القيمه 8.4 ايش اسمها؟ بقول لك هي f نوت لل1. بقول لك اوجد لي f نوت لل1. ممكن اقول لك اوجد لي مثلا f1 للاثنين. وين اف 1؟ اف 1 هاي يعني انا كونه هاي اكس نوت فهاي اكس 1. بدك تعرف انه شو النوت معناها من وين دخلت. وين الاثنين؟ هاي الاثنين هايها هاي القيمه بكون زي هيك تجيب المطلوب، او اعمل انتربوليشن حافظ قيمه اكس. فسهل جدا، بس هسه الاسئله اللي فيها مخلوطه اكثر اللي هو زي هيك. القيم عندي معطيني اياها هاي القيم اكس، فانت شو بتعمل؟ عوض قيم اكس بالفانكشن بيعطيك مين؟ بيعطيك هذول. ما راح ارجع اعمل الجدول خلص. طيب هسه شو اللي بصير عندي؟ اللي بصير عندي بدي اكمل الجدول، كيف بدي اجيب هاي القيمه؟ وهذا لانه جدول معكوس بقول هاي ناقص هاي هاي ناقص هاي. واحد ناقص ناقص 0.736 على واحد ناقص 0.3 بتطلع معي 2.48. نفس الشيء هاي كيف بجيبها؟ بقول هاي ناقص هاي هيك بتمشي من فوق لتحت على هاي ناقص هاي هيك من فوق لتحت.
بجيب مين هذول؟ طب كيف اجيب هذول؟ بقول هاي ناقص هاي على هاي ناقص هاي، نفس الشيء وهكذا. المهم هسه اذا بتلاحظ، اذا بتلاحظ شيء مهم جدا، انه هذا الفانكشن هو اقتران تكعيبي. وين وقف عندي؟ وقف عندي عند 3 والباقي صفر. فهي اول ملاحظه انه الجدول، الجدول بيوقف ارقام ثابته، جدول بيوقف ارقام ثابته عند، عند معامل او عند درجه الاقتران، عند درجه الاقتران. هيو 2 2 2. طيب ثاني شغله، اذا بتلاحظ انه هاي هي 2 اللي هي مكان ما وقف اللي الزيرو اوردر او الثيرد اوردر تو فاليو ديفرنس، اذا بتلاحظ وقف عند رقم 2، ورقم 2 شو يساوي؟ معامل اكبر اس، معناته بيوقف او الرقم الثابت يساوي معامل درجة الاقتران، مش درجة الاقتران 3، معامل اكس تكعيب. بس هذا بدي اياك تفهمه، هذا بدي اياك تفهمه من هذا الدرس، لانه لما تيجي تحل وما يطلعش مع قيم امورك غلط. ثاني شغله هذول ما بيكونوا معك، انت بتعوض بالفانكشن بتطلع هذول. فهذا هو البولينوميال. فلاحظ هون معطيني مثال، بقول لك اذا الفانكشن عندي مثلا 6.5 اكس قوه 5 ناقص اكس تربيع زائد اكس ناقص 1، ما لي بهذول كلهم، انا لي بهذا. بقول لك لو بدي اف نوت، بدي اف نوت الخمسه، بقول لك اف نوت الخمسه بتروح على الخمسه، شو معاملها؟ 6.5. طيب لو قال لي اف نوت الاربعه، بقول لك ما لي شغل، ما بعرف، ما بعرف ابدا. طب قال لي بدي اف نوت السته، كونه درجه الاقتران 5، اي شيء بعد الخمسه صفار، وهذا اكبر دليل. ايوه اي شيء بعد الثلاث كنت كيبي، اي شيء بعد الثلاث ايش؟ اصفار. فلاحظ انه كمان اف 20 برضه صفر. طب ركز، هذا هذا الاقتران ايش؟ 10 قوه 8. قال لك بدي اف في الخمسه، اها اف في الخمسه اقل من 8، مش راح تقول لي 1 تاخذ صفر، ما بعرف، مجهوله. اف الثمانيه، اف الثمانيه شو معامل الثمانيه؟ اللي هي اكبر اس، سالب 10.3. طب ال 20 صفر، زي هيك. طيب هذا بنعمله فيديو لحال، وهذا اسهل ترى، اسهل بكثير يعني، بس خلص خليه فيديو لحال. او اقول لكم خلينا نعمله، شوف نحتاج، لا خلص خليه فيديو لحال. يعطيكم الف